بالنسبة للإقبال على المنتوجات كان إقبال، غير الوقت كان قصير وجا في البداية السيمانة، ما كملناش الأخر ديال السيمانة، ربما تال الويكاند تيلعب دور. والمنتوجات كان عليهم إقبال، غير الوقيتة ديال البيع تتكون غالبا هنايا في الليل، يعني ربما كان المدة ديال اللي تكون طول من هكا كان أحسن، حيت حنا لاحظنا هنايا أن الناس حتى السبعة حتى الثمانية عاد تيجيو باش يتقضاو. حنا جينا شاركنا في هذا المعرض اللي في الحقيقة هذه المدينة في حاجة ماسة إلى هذا النوع من المعارض اللي هما فيهم لي برودوي دو تيروار، المنتوجات المجالية. والحمد لله أننا شفنا مجموعة من التعاونيات اللي جات من الشمال من الوسط ومن الجنوب ومن الشرق، المهم شاركت وباعت. ولكن كان زين عندنا أنهم يتم يخلوا الوقت، يمدوا لنا الوقت شوي إلى هذيك ال 11 فوق هذا وذاك، على أن مالي المعرض جاء فقط تقريبا ما هو في الوقت اللي الموظفين خالصة، كان عليهم يجيبوا تقريبا مع رأس الشهر يوم واحد اثنين ثلاثة أربعة، ولا يعطونا إلا ثلاثة أيام. بغينا معرض منين يخلق عندنا معرض هون يعطيه سبعة أيام على الأقل أسبوع. أولا الناس اللي جاية قاع من الشمال من طنجة وجايين من العلاج وجايين من هذا قاع الوقت لا هي عياو فيه، عندهم ثلاثة أيام في الطريق ولا يمضوا هون ثلاثة أيام لكن ما عدلوش. المهم على الأقل بعد يعطونا سبعة أيام في المعرض، يا كان الناس تبيع وذا خالقين وحدين تبارك الله ما شاء الله اللي يسطو عندهم أخواو باعوا، ما تلا عندهم سبة واحدة، راك تشوف ما النهار الثاني ما تلا عندهم شي، خالقين وحدين شي باعوا شي شوي توف قولوا لاباس. حامد مولانا على كل حال، ونبغوا مزيد من هذا النوع من المعارض، تشجيع أمة للمنتوجات المحلية. والسلام. نتمنى المعرض من ناحية التنظيم وداك الشيء كان في المستوى، وكاين بعض المشاكل اللي هي غير تقنية، وهو المشكل ديال الوقت. اولا هو الوقت، الناس كتجي حتى لديك 7 8 وكان من المفروض يبقى حتى لديك 11 12 لان منطقه معروفه بسمو الناس تيجيو حتى الليل وبنهار تيكون خاوي، والناس تيدوروا هنا تيقول لك تسعود تسعود خاصك تحبس. ملي تبدا الدروه ديال الرواج تيقول لك ردي راه خاصكم تسدوا بكري وداك الشيء. والملاحظه الثانيه هي وكان خصو يكون السبت واحد، لان الناس كان اكثر اغلبيه الناس موظفين. والملاحظه الثالثه نخصو الدار في الاول ديال الشهر باش الناس كتكون ديزا مخلصين وداك الشيء، لانه شحال ديال الموظفين جاوا قال لك ردي راه المشكل ديال الخلاص مازال ما تخلصنا.